شحال الناس كانت مخلوعه اليوم حقاش الدولة المغربية ما سمحتش للباطو باش يدخل لهنا الميناء ديال طنجة. ولكن دابا تنتفاجئوا بالله جا البيلوت، هو البيلوت مباشرة. الحمد لله مادام جا البيلوت الا تعطى الاذن باش الباطو اللي جاي من جنوبا طنجي يدخل. الناس هنا مخلوعه حقاش كانوا الناس يظنوا واش غادي يردونا للطاليان ولا، ولكن الحمد لله الحمد لله الدوله المغربيه يعني الله يجازيهم بخير، قاموا بمجهودات جباره الصراحه جباره. لا من الطاقم الطبي اللي على السفينه، لا من هذا الايد اللي عطاونا دابا باش ندخلوا نشوفوا وليداتنا ونشوفوا عائلتنا. والحمد لله للاسف لقاو 8 ديال الحالات مؤكده داخل الباخره للاسف. والمشكل اللي طرا حتى كان تاخير وهادشي هو لقاو واحد البنت عندها 7 سنين او 8 سنين سنه وكانت تلعب مع الدراري الصغار، وهي اللي دارت لنا المشكل انه النهار كله حنا وسط البحر حابسين حدا الميناء ديال طنجه. ما كانش التصريح ساهل باش ندخلوا للميناء، ولكن الحمد لله كما جلست فاش جا البيلوت يعني غادي ندخلوا ان شاء الله عند وليداتنا. راه تنحاول حقاش كاين واحد البرد، كاين واحد الريح قوي فعلا فعلا. الحمد لله حنا داخلين الميناء. على سلامة الجالية المغربية، سمحي لي، لا سمحي لي، على سلامة الجالية. الناس في الأول كانت مخلوعة يعني فاش تلقاو هاد الحالات في الباطو الناس تخلعات. شوفوا الناس فرحانة. نحاول نجي من الجهة الأخرى باش نشوف. ديالي تسمعتيه ولا لا؟ على كل حال الاذن تعطى دابا حنا داخلين ان شاء الله للمرسى النهار كله ها، وحنا تنتسناو خاص الناس تخلعات بعد ما تلقات هذيك تلقاو دوك الحالات صافي الناس تخلعات. والحمد لله الحمد لله يعني نحاول نسول شي واحد الى بغا. خويا نقدر نسولك عافاك؟ حنا على المباشر على شو تي في ياك، بس معنا هاد 8 الحالات اللي قالوا اليوم، 8 الحالات ديال اللي قالوا زائد هذاك البيمبا اللي لقاو. كنا مخلوعين بلا ما ندخلوش، ولكن الحمد لله دابا عطاونا التصريح باش ندخلو. اش تقدر تقول؟ اش تقدر تشكر الدولة المغربية على المجهودات اللي قامت؟ اخويا حاجة باينة، غادي نشكر الدولة المغربية وغادي نشكر الملك محمد السادس نصر الله أول، وكنشكر سميتو الأطباء اللي وقفوا معنا تبارك الله شوم تبارك الله، طاقم رائع. وكنشكر وكنزيد نحييهم وكنشكرهم بزاف، وقفوا معنا في الأيروبور في إيطاليا من دخلة مشكل من ديال خص سميتو درج خويا درج ديال الطامبوني فحص انه داز 48 ساعه. وحنا هذاك الشيء اللي كنا دايرين في بالنا، مي وقفونا ديونا ما بغاوش يطبعوا لنا،
دخلت الحمد لله القنصلية المغربية الحمد لله اللهم لك الحمد فوتونا هذاك الشيء وكان داك الشيء مزيان وكنشكرهم جزيل الشكر والشكر كيرجع للملك وكيرجع للاخوان كاع اللي وقفوا معنا الحمد لله شكرا خويا شكرا على الصراحه ديالك الناس فرحانه انا لحقاش الناس مع وليداتهم ما نقدرش نصور انا رقعت ما صحفي ما والي انا مواطن عادي المهم هذه الاجراءات اللي وصلت الباخره الناس فرحانه لحقاش تخلعنا فعلا هاد الحالات اللي تلقاو كنا تنقولوا واش غادي يديروا لنا الحجر واش غادي يصيفطونا بحنا للطليان واش ما عرفناش ولكن الحمد لله الامره تيسرات بهذا المعنى ونتمنوا خير نتمنوا خير ان شاء الله هنا طاقم طبي اللي جا خصيصا على حساب هذوك الناس اللي الحالات اللي لقاو تندعيو معاهم بالشفاء تندعيو معاهم بالشفاء ايوا نقسم عليهم الله مساكن هذا الشيء لحقاش كل شيء كاين داير التحاليل ديالو قبل ما يطلع في الباطو وكل شيء كنا فرحانين للاسف